البداية دايما بتكون بأهم العناوين نشوفها. في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الترسانة. الترند المحلي، 4 مباريات في الجولة 30 للدوري. أما في الترند العالمي، الليلة مواجهة قوية بين ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي. طيب قبل ما نتكلم في تفاصيل كتير، ويعني في بعض القضايا اللي أكيد بتشغل بال جمهور النادي الأهلي، لكن في البداية خلينا نقول لحضراتكم أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات في العالم. خلينا نبتدي بالدوري المصري كما هو المعتاد. النهارده في مباراة بتخلص في هذه اللحظات وتقريبا خلصت خلاص ما بين سموحة وحرس الحدود. المباراة انطلقت الساعة 3 العصر وسموحة كسبان 2-0 بهدفي حسام حسن مهاجم الفريق، وأيضا ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لسموحة واللي بيأدي مباريات ممتازة جدا هذا الموسم. في مباراة أخرى هتكون الساعة 5:30 ما بين طلاع الجيش والإسماعيلي، مباراة مهمة جدا لفريق الإسماعيلي، نتمنى لهم يا رب إن هم يعني يستفيقوا، لأن فريق الإسماعيلي من الفرق التاريخية في بطولة الدوري وأكيد نتمنى له العودة سريعا والخروج من هذه الكبوة. في نفس التوقيت كمان الإنتاج الحربي هيقابل وادي دجلة، والساعة 8 بالليل في الدوري المصري المصري البورسعيدي. الدوري الانجليزي في مباراتين، المباراه الاولى هتكون الساعه 7:15 ما بين فولام واستون فيلا. طبعا استون فيلا بيضم نجمين المصريين طبعا تريزيجيه ومحمدي، نتمنى لهم كل التوفيق في هذه المباراه. ومباراه السهر اكيد في الدوري الانجليزي واللي اكيد هتستحوذ على متابعه كبيره جدا من جماهير الكره العالميه، ليفربول وارسنال في الانفيلد. الدوري الإيطالي مباراة وحيدة النهاردة الساعة 9:15 ما بين بلونيا وبارما، دي أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات حول العالم. تفاصيل أكتر هتكون بعد الفاصل، استنونا.